بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي. نستأنف مع الصفحة رقم 68. أوبجيكتيف أهداف. ركونيتخ لي فيرب ترانزيتيف. إذن معرفة الأفعال كما نقول المتعدية. نتكلم عن الأفعال المتعدية التي تحتاج مفعول به كما في اللغة العربية. في اللغة الفرنسية نتكلم عن الأفعال المتعدية التي تحتاج أن كومبليمون. المقصود كما نقول مكمل. تأتي من فعل كومبليتي يعني أكمل. من بين أهداف الفقرة أيضا أمبلوي لي فيرب ترانزيتيف avec complément d'objet direct et complément d'objet indirect. إذن استعمال هذه الأفعال المتعدية مع complément كما نقول مكمل d'objet. طبعا كلمة objet رأينا فيما سبق والتي لها عدة معاني من بينها هدف شيء إلى آخره. إذن نتكلم عن complément كما نقول مكمل d'objet. طبعا له علاقة بالشيء له علاقة بالهدف إلى آخره. direct يعني أنه مباشر. indirect يعني أنه غير مباشر. طبعا سنرى الفرق بينهما. طبعا في هذه الفقرة سنتحدث عن الفاب أن سول كومبليمون. سنتحدث عن الأفعال التي لها مفعول به واحد أو كما نقول لها مكمل واحد. نبخنو سبتي تاكس. نأخذ هذا النص الصغير لوميورفيس الإبن الأحسن. في هذا النص الصغير قصة تحكي اختبار أب لإبنه لينظر أيهما أحسن. إذن هذه القصة تحكي اختبار أب لإبنه لينظر أيهما أحسن. لو ميور فيس الإبن الأحسن. Un fameux négociant de Babylone était mort aux Indes. Il avait fait arrêter ses deux fils par portion égale après avoir marié leur sœur et il laissait un présent de 30,000 pièces d'or à celui qui serait jugé l'aimé davantage. L'aîné lui bâtit un tombeau. Le second augmenta d'une partie de son héritage la dot de sa sœur. Chacun disait, c'est l'aîné qui aime le mieux son père. Le cadet aime mieux sa sœur. C'est à l'aîné qu'appartiennent les 30,000 pièces. Un fameux négociant. Un fameux مقصود به مشهور. Un fameux négociant. نتكلم عن تاجر مشهور. كما لو نتحدث عن un fameux commerçant. نتكلم عن تاجر مشهور. De Babylone يعني من مدينة بابلون. بابلون est une ville antique de Mésopotamie. بابلون est une ville antique. إذا نتكلم عن بابلون بأنها كانت مدينة قديمة de Mésopotamie. من Mésopotamie. Mésopotamie قديما نقصد بها منطقة من الشرق الأوسط حاليا وهي تساوي تقريبا العراق. إذا هذه كانت تسمى Mésopotamie. بابلون كانت مدينة من هذه المنطقة. بابلون est une ville antique de Mésopotamie. هنا طبعا عندنا un fameux négociant de Babylone. إذا نتكلم عن تاجر مشهور من مدينة بابلون. est mort aux Indes. Un fameux négociant de Babylone est mort aux Indes. إذا نتكلم عن تاجر مشهور من بابلون مات في الهند. Il avait fait arrêter يعني أنه فعل قبل هذا إغيتي. إغيتي المقصود به هو الوريث. طبعا عندنا هنا إغيتي أو بلوريال. عندنا كلمة إغيتي في الجمع. إذا نتكلم عن ورثة. إلا في إغيتي يعني أنه جعل ورثة. من جعل ورثة؟ من الذين جعلهم كورثة؟ سيدوفيس. سيدوفيس يعني أنه جعل ابنيه ورثة. إلا في إغيتي سيدوفيس يعني أنه جعل ورثة ابنيه. par portion égale كما نقول بتقسيم متساوي. par portion égale. par portion égale. portion مقصود بها حصة. إذن كما نتكلم عن حصص متساوية. إذن هو قسم بينهما الإرث بالتساوي. il avait fait arrêter ses deux fils par portion égale. إذن هو جعل ابنيه ورثة بحصص متساوية. après avoir marié بعدما زوج leur sœur. بعدما زوج أختهما. après avoir marié leur sœur. et il laissait. ثم أنه ترك un présent. et il laissait. طبعا عدنا le verbe laisser يعني ترك. عدنا le verbe laisser يعني ترك. et il laissait يعني أنه ترك un présent. يعني أنه ترك هدية. et il laissait un présent. ثم أنه ترك هدية. طبعا كلمة présent تقدر تجي adjective. أقول je suis présent يعني أنا حاضر.
elle est présente يعني أنها هي حاضرة. طبعا لو بريزون مقصود به أيضا هو الحاضر، أو نتكلم عن لو بريزون كما في الأزمنة نتكلم عن صيغة فعل في الحاضر، إذا نسميه لو بريزون. أيضا كلمة بريزون تعني كما قلنا تعني هدية، تعني منحة، تعني جائزة، إذا نتكلم عن بريزون، وهذا هو المعنى الذي عندنا هنا. إذا الأب بعدما زوج أخت الأخوين، الأب بعدما زوج ابنته قسم الإرث بالتساوي بين بقية ابنيه. إلا سي، ثم أنه ترك إلا سي أن بريزون دو 30000 بيس دور، ثم أنه ترك هدية من 30000 قطعة ذهب. أسلوي للذي، يعني أنه تركها للذي. أسلوي كي سوري جوجي ليمي دافونتاج، إذا هو ترك هذه الهدية التي تقدر ب 30000 قطعة ذهب، تركها للذي كي سوري الذي سيكون إلا سي أن بريزون دو 30000 بيس دور أسلوي كي سوري جوجي ليمي دافونتاج، إذا هو يترك هذه الهدية للذي سيكون محكم كما نقول كي سوري جوجي ليمي دافونتاج. الأب طبعا يترك هذه الهدية أو هذه المنحة للذي يحكم يحبه زيادة كما عندنا هنا كي سوري جوجي ليمي دافونتاج، سيترك هذه الجائزة للذي سيحكم يحبه زيادة. الأب هنا يترك المنحة أو الجائزة للذي سيحكم يحبه زيادة. أسلوي كي سوري جوجي ليمي دافونتاج، الأب هنا يترك الجائزة أو المنحة للذي سيحكم يحبه زيادة. إلا سي أن بريزون دو 30000 بيس دور أسلوي كي سوري جوجي ليمي دافونتاج، إذا هو يترك 30000 قطعة ذهب للذي سيحكم. أسلوي كي سوري جوجي للذي سيحكم ليمي دافونتاج، يحبه أكثر زيادة. إذا المقصود هنا بأن الأب سيترك هذه الجائزة لينظر أي الإبنين يحبه زيادة فيعطيه هذه الجائزة. إذا هنا ستبدأ الاختبارات طبعا. لين الويباتي أن تومبو، الإبن الكبير الويباتي، طبعا نتكلم عن لوفير باتيغ، باتيغ يعني بنا، ومن كلمة باتيمون، باتيمون يعني البناية. إذا لين الويباتي، إذا الكبير بنى له، الويباتي بنى له أن تومبو، بنى له قبرا، طبعا نتكلم عن تومبو وبيا تومب، إذا المقصود به القبر. إذا الطفل الكبير بنى لأبيه قبرا، لين الويباتي أن تومبو. لو سوغون الثاني، لو سوغون المقصود به لو دوزيام، إذا لو سوغون أوغمونتا، جعل شيئا يرتفع. أوغمونتا سي لو فيرب أوغمونتي، يعني يزيد أو يرفع. إذا لو سوغون أوغمونتا الثاني رفع، لو سوغون أوغمونتا دون بارتي دو سون هيريتاج لا دو دو سا سور، لا دو دو سا سور، يعني أن الثاني زاد دون بارتي بجزئين، يعني أنه أخذ جزءا دو سون هيريتاج من إرثه، خذ واحد الطرف من داك الإرث اللي خدم الأب ديالو، ثم رفع بقيمة لا دو دو ساسور، يعني أنه رفع بقيمة مهر أخته، خذ جزء من الإرث ديالو وعطاه الأخت ديالو، زادوا ليها في الصداق. لو سوغو أوغمونتا دي بارتي دو سون هيريتاج لا دو دو ساسور، يعني أن الثاني رفع بجزء من إرثه، رفع ماذا؟ صداقة أخته. شاكان ديزي، شاكان ديزي، كل واحد كان يقول، عندنا لوفير دير أنا بارفي، إذا شاكان ديزي يعني كل واحد يقول. المقصود بهذا الكلام الناس بدأت تقول شاكان ديزي، شاكان ديزي يعني أن كل واحد كان يقول، المقصود بأن الناس بدأت تقول سيليني كي أم لو ميو سون بير، سيليني كي أم لو ميو سون بير، إنه الكبير من الطفلين الذي يحب الأحسن أباه. كان ممكن نقول سيليني كي أم ميو سون بير، إنه الكبير يحب أحسن أباه، ولكن عندنا هنا سيليني كي أم لو ميو سون بير،
إنه الكبير الذي يحب الأحسن، كما نقول بأنه هو الأحسن، كما نقول بأنه الأحسن، كي أم لو ميو سون بير، إنه الكبير كما نقول الأحسن الذي يحب أباه. ثم بدأت تقول الناس أيضا لوكادي أم ميو ساسور، لوكادي أم ميو ساسور، الصغير يحب أحسن أخته، يعني أنه يحب أكثر أخته. سألني إنه للكبير، سألني كبارتيان لترونت ميل بياس، إنه للكبير بأن انتمت، كما لو نقول عندنا لغير أبارتونير يعني انتمى، ولكن المقصود هنا أنه أعطيت. سألني كبارتيان، إذن إنها للكبير بأن أعطيت كما لو نقول لترونت ميل بياس، لترونت ميل بياس، الثلاثين ألف قطعة. مادام أن الكبير هو الذي يحب أباه عندما بنى له قبرا، فهاد الجائزة عادت لهاد الطفل الكبير. طبعا نتكلم عن لوكادي إليني، لاني إلوكادي، لاني المقصود به هو الكبير في الأبناء، الطفل الكبير في الأبناء يسمى لاني، والطفل الصغير في الأبناء يسمى لوكادي، والطفل الصغير في الأبناء يسمى لوكادي. Avant d'aller à Je comprends, nous prenons les exemples suivants. La première exemple, je n'ai jamais vu un meeting aérien. Je n'ai jamais vu un meeting aérien. Voilà, c'est une phrase. Nous prenons cette partie de cette phrase-là. Un meeting aérien. Peut-on le supprimer? Est-ce qu'on peut supprimer un meeting aérien? Quelle est la nature du groupe de mots un meeting aérien? Quelle est la nature du groupe de mots un meeting aérien? ما هي طبيعة مجموعة الكلمات un meeting aérien? Quelle est la nature du groupe de mots un meeting aérien? ما هي طبيعة مجموعة الكلمات un meeting aérien? La réponse est un meeting aérien est un groupe nominal. Un meeting aérien est un groupe nominal. إذن هذه مجموعة الكلمات un meeting aérien est un groupe nominal. هي مجموعة اسمية. كما تنشوفوا أنها مبدوءة باسم. Un meeting. كما نقول لقاء. Aérien جوي. إذن كما نتكلم عن لقاء جوي. هذه مجموعة الكلمات est un groupe nominal. إذن هي مجموعة اسمية. La deuxième question c'est. السؤال الثاني هو. Peut-on le supprimer? Est-ce qu'on peut supprimer ce groupe nominal? هل يمكن أن نمحي أو نزيل هذه المجموعة الإسمية؟ peut-on le supprimer؟ هل يمكننا حذفه؟ peut-on le supprimer؟ هل يمكننا حذفه؟ نجرب مثلا، نقوم بتجربة. je n'ai jamais vu. هل يمكن أن نفهم من هذا الكلام شيئا؟ je n'ai jamais vu. أنا لم يسبق لي أن رأيت. هل يمكننا أن نفهم شيئا من هذا الكلام؟ je n'ai jamais vu. طبعا لن نفهم شيئا، وبالتالي لا يمكننا أن نحذف هذه المجموعة الإسمية. إذن عندما نقول je n'ai jamais vu un meeting aérien، طبعا نفهم شيئا من هذا الكلام. إذن on ne peut pas le supprimer. On ne peut pas le supprimer. لا يمكننا حذفه. Après on a la question suivante. Quelle est sa fonction? Quelle est sa fonction? ما هو دور هذه المجموعة الإسمية؟ Ce groupe nominal est complément d'objet direct de je n'ai jamais vu. Et dans ce groupe nominal, cette مجموعة الاسمية est complément d'objet direct. Et dans هو كما نقول مفعول به مباشر de je n'ai jamais vu. لهذه المجموعة الأولى من الجملة. لهذه المجموعة الأولى من هذه الجملة. اللي هي je n'ai jamais vu. Et dans طبعا عندما نقول je n'ai jamais vu يبقى الكلام ناقص. ولكن عندما نكمل un meeting aérien اذا فالتتمه تسمى complément d'objet direct لي je n'ai jamais vu. اذا هي تتمه لهذا النصف الاول لهذه الجمله. ce groupe nominal est complément d'objet direct de je n'ai jamais vu. يعني انه يتمم هذا النصف الاول من الجمله. نستكمل في الفقرات القادمه، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.